تعالوا بقى نعمل الميت لوف على الطريقة الإيطالية أو ال قالب اللحمة على الطريقة الإيطالية. عندي لحمة مفرومة، بصل مفروم، فلفل أسود وملح، زيت زيتون، وسترشاير صوص أو صويا صوص واللي ما عندوش يلغيهم خالص، توم مفروم، ريحان وبقدونس، بيضة مخفوقة، بقسماط، جبنة موتزاريلا، صوص مارينارا، بقدونس مفروم. بسم الله بسم الله. زي ما كنت بقول لكم في الوصفة اللي فاتت، أول حاجة بحب أتبلها البصل دايما علشان أخد ميته وطعمه، وفي نفس الوقت أقفل عليه أنه يعمل ريحة أو زفارة. يبقى ملح وفلفل على البصل ومعلقة زيت. نعم يا فهم. توم وسترشاير صوص، ادعك الكلام ده كله مع بعضه مع الفلفل، اخد الطعم والميه بتاعه البصل كويس قوي، وكمان اتبله هو كويس قوي اهو، وبعصر بايدي كده انزل كل الايه الطعم، وبعدين اقوم جايه بسم الله واخده اللحمه هنا، واقوم جايه واخده معلقه من المارينارا صوص. فهمي بقى بيقول لي يعني ايه مارينارا صوص؟ اقول لك انا بقى يا استاذ فهمي. اقول لك انا بقى، معلقه زيت على النار، ثوم مفروم، زعتر، ملح وفلفل، طماطم مبشوره من غير القشر بتاعها، صلصه طماطم، معلقه سكر، معلقه بصل مفروم، واخد كل ده سوتيه مع بعضه لحد ما يستوي، اضربه في الكبه بقى مارينارا صوص. ننزل بقى بالبيضه، شويه من الجبنه، معلقه من البقسماط نربط بيه السوائل دي عشان ما تفكش مننا القالب ده، واحديتين من الريحان بايدي كده اهو، ورشه من البقدونس، وارجع اخلط الكلام ده كله مع بعضه. مجهزه قالب انجلش كيك او بايركس او صينيه عاديه خالص، مفيش اي مشكله، هو بس دايما الميت لوف او اللوف عامه بيتعمل في الانجلش كيك، لكن مش هيقول لا اكيد يعني ويطلع من القالب وما يرضاش يستوي لو حطيناه في صينيه عاديه اهو. خلاص اتاكد ان كله امتزج كويس قوي عشان انا مش عايزه اللحمه تفك، وانزل باللحمه هنا وبكبس بايدي كويس قوي، مش عايزه اي هواء، مش عايزه اي ايوه كده، مش عايزه اي هواء ولا اي حاجه تكون ايه فاصله علشان يطلع لي قالب على بعضه. واقوم جايبه معلقه مارينارا مع نص معلقه من الوسترشاير صوص او الصويا صوص، وهقوم دهنه بيه الكلام ده كله. بطل بس انت فاتي بس. خليك حالك انت بس. اي حاجه اهو خلاص. وبعدين هقوم واخده الجبنه. طب ايه الفرق بين الفاتح والغامق؟ طب طالما انت يعني بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بس دي معلومات قيمه جدا ما تقولهاش لحد بقى، احتفظ بيها لنفسك. عشان هتتحسد كده. وبعدين هقوم جايبه منديل انضف بس بيه القالب بتاعي وادخلها الفرن. تاخد مده قد ايه للقالب اللي بالحجم ده؟ مش اقل من ساعه اهو، وعلى الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا.